السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. طيب يا شباب، المحاضر الماضي كان فصل اللابتوب معي وما يعني فحطيت لكم المحاضرة، باقي المحاضرة حطيته تسجيل، فخلينا اليوم نكمل إن شاء الله. المحاضرة الماضية يا شباب كنا بلشنا يعني نشتق كيف نطلع اللي هي الـ modulated signal بالنسبة للـ FM modulation، اللي هي رمزنا لها بالرمز فاي صب نارو باند FM. هلا هاي اللي اشتقناها هي طبعا حالة خاصة من الـ FM، لأنه هي بس للنارو باند FM، يعني فقط لما تكون قيم البيتا لها رينج معين اللي هو البيتا تكون أقل من 0.2، قلنا إنه اشتقينا الفاي اف ام واللي سميناها نارو باند اف ام، ماشي؟ وقلنا إنه هي لما يعني أول إشي قبل النارو باند كنا حصلنا صيغة جنرال يا شباب للـ ام سيجنال، قلنا انها بتساوي ال A كوساين اوميجا سي تي بلس بيتا ساين اوميجا ام تي. كانت هي الصيغة الجنرال اللي حصلناها بغض النظر عن قيم بيتا، اوكي؟ فهي فور اول بيتا values. بعدين اجينا عملنا ابروكسيميشنز على قولنا انه اذا كانت قيم البيتا اقل من 0.2، ماشي، وعملنا سم ابروكسيميشنز على اذا كانت قيم البيتا صغيره، ووصلنا لمعادله. طبعا اذا كانت البيتا اقل من 0.2 هذا بنسميه نارو باند اف ام، ماشي؟ فلما كانت قيم البيتا صغيرة عملنا سم ابروكسيميشنز ووصلنا لمعادلة بس تنطبق على قيم البيتا لما تكون صغيرة، سميناها فاي صب نارو باند اف ام، ماشي؟ وهاي المعادلة قلنا اللي هي A كوساين اوميجا سي تي ماينس بيتا A ساين اوميجا ام تي ساين أوميجا سي تي، ماشي؟ إذن هاي المعادلة فقط في حالة لما تكون قيم البيتا صغيرة، لكن المعادلة الأولى هي جنرال كيس لكل قيم البيتا، ماشي؟ only هاي for small values of beta اللي هي بيتا أقل من 0.2، أوكي؟ إذن كان هذا هو ملخص محاضرة المحاضرة الماضية. هلا المحاضرة اليوم بدنا نشتق المعادلة تبعت ال اف ام موديوليشن فاي اف ام لكل اللي هي لما بتكون جنرال كيس واللي هي قيم بيتا ما الهاش اي يعني اي كونديشن، اوكي؟ يعني قيم بيتا كبيرة او قيم يعني وسط، اوكي؟ فرح نرجع نشتق الموضوع بنفس الطريقة اللي اشتقينا فيها الـ general case. فعنا راح نسميه طبعا هذا اللي هو الـ wide band FM. إذن اليوم موضوعنا عن الـ wide band FM. wide band اللي هو احنا المحاضرة الماضية كانت narrow band، هون narrow wide band، فهون قيم البيتا كبيرة، ماشي؟ أكبر من 0.2. طيب رح نرجع بالاشتقاق بنفس الطريقة. أول شيء خلينا نفترض إنه المسج سيجنال هي عبارة عن ساينوسويد، هي كوساين A كوساين أوميجا صب M T. بعدين كونه عندي هذا نوع الموديوليشن هو فريكونسي موديوليشن، فلازم إيش الخطوة الأولى؟ نبدأ بمعادلة الانستانتينيوس فريكونسي. فالانستانتينيوس فريكونسي
ايش بيساوي؟ اللي هو اوميجا سي بلس كي صب اف في الاف اوف تي، نفس الخطوات اللي بلشنا فيها الاشتقاق في المحاضرة الماضية، واللي هي بتساوي قلنا الاوميجا سي بلس بنعوض مكان الاف اوف تي، فبصير عندنا a k sub f في كوساين اوميجا ام تي، وهذا نفسه بيساوي الاوميجا سي بلس قلنا هذا بنسميه دلتا اوميجا، دلتا اوميجا كوساين اوميجا ام تي. هون طلعنا الانستانتينيوس فريكونسي. الخطوه الثانيه انه نطلع الثيتا اوف تي. الثيتا اوف تي ايش بتساوي؟ بتساوي اللي هي الانتجريشن للانستانتينيوس فريكونسي، ف اوميجا صب اي اوف تاو دي تاو من صفر لتي، وهذا ايش بيساوي؟ اللي هو الاوميجا سي تي بلس اللي هي الدلتا اوميجا على اوميجا صب ام ساين الاوميجا صب ام تي. هي طلعنا الزاويه من الانستانتينيوس فريكونسي. الخطوه الثالثه اللي هي نحط الزاويه، نحطها داخل الكوساين، وهيك بنكون حصلنا الموديوليتد سيجنال. فعندنا هون الفاي صب ام اوف تي بتساوي اي كوساين ثيتا اوف تي اللي طلعناها، وهذا بيساوي الاي في كوساين الاوميجا سي تي بلس. طبعا هذا الاشي كله سميناه ايش؟ بيتا، فبصير اوميجا سي تي بلس بيتا ساين اوميجا ام تي. هيك احنا حصلنا الفاي اف ام اوف تي. طبعا هاي الفاي اف ام هاي الجنرال كيس، ما فيش اي شرط على قيم البيتا، قيم البيتا ممكن تكون اي قيمه. اوكي، اذا هاي جنرال جنرال كيس. هلا بدنا من هاي المعادله، هاي المعادلة 100% ما فيها أي مشكلة، هي بتمثل لي الموديوليتد سيجنال، لكن بدنا منها كمان نعمل يعني بعض الابروكسيميشنز أو بعض التبسيطات اللي كمان من خلالها أقدر أمثل هاي المعادلة بطريقة ثانية، يكون عندي another representation للمعادلة هاي. أوكي؟ طيب شو الـ other representation؟ إذن الـ phi of m قلنا انها بتساوي، مرة ثانية بتساوي ال y f m of t بتساوي a cosine omega c t plus beta sine omega m t. من هاي المعادلة بدنا نكتبها بطريقة ثانية، بدنا نكتب انه هاي المعادلة هي عبارة عن ال real value لا exponential complex exponential function، هي عبارة عن the real value of a e to j cosine omega c t plus beta sine omega m t. ماشي، مرة ثانية، إذا هاي المعادلة كتبناها بطريقة the real value، يعني ما في اي مشكله، بس انه انا قاعد بكتبها بطريقه اخرى بريبرزنتيشن ثاني. هلا هاي نفسها بتساوي ايش؟ بتساوي الريال فاليو للاي، ممكن هون اللي عندي سميشن في الاكسبوننشلز، فممكن احنا نفصل الاكسبوننتس هون عندي، فعندي اللي هو اي تو جي كوساين اوميجا سي تي مضروبه في اي تو جي بيتا ساين أوميجا إم تي، بس هون بدل ما يكون 1 إكسبوننشال حطيناها حاصل ضرب 2 إكسبوننشالز. هلا هذا الجزء اللي هو الإكسبوننشال تو جي بيتا ساين، هذا بدنا نحاول نكتبه بطريقة ثانية. أول إشي بدنا نعرف إنه هذا عبارة عن إيش؟ بيريودك فانكشن، والبيريود إله هي عبارة عن أو الفريكونسي تبعه أوميجا إم with frequency of أوميجا sub إم radians per second. وهلأ كونه هذا الجزء عبارة عن periodic function
دائما بس يجي على يعني بس ينذكر قدامنا البيريودك فانكشن لازم مباشره يجي بالذهن عندنا ايش؟ الفورير سيريز، اني انا هذا الفانكشن وات ايفر يعني بغض النظر شو الفانكشن هذا كونه بيريودك فانكشن معناها انه انا اي كان ريبريزنت ذيس فانكشن يوزينج الفورير سيريز. اوكي، لذلك هون I can represent it using the Fourier series. Okay. طيب خلينا نحطه بدلالة الفورير سيريز. معناته الـ E to J beta sine أوميجا إم تي كونه periodic function معناته أنا بقدر أكتبه بدلالة الفورير سيريز على شكل summation F sub N في E to J أوميجا نود N T. ماشي، والأوميجا نود هون عند الفاندمنتال فريكونسي لهذا البيريوديك فانكشن الاوميجا نود هي عباره عن الاوميجا ام. ماشي، هاي بتساوي الاوميجا ام. طيب بصفي عنا انه هاي الفورير سيريز سميشن الاف ان اللي هي عشان يكتمل الريبرزنتيشن عندنا هون الاف سب ان اللي هي الفورير كوفيشنتس بدي اكتبها يعني اعملها ايفالويشن اللي هي عباره عن 1 على تي فروم ماينس تي على 2 وتي على 2 في الفانكشن نفسه اي تو جي بيتا ساين اوميجا ام تي باكسبوننشال اي ماينس جي ان اوميجا ام تي دي تي. هذا هو الانتجريشن. ماشي، هلا وصلنا لهذا الانتجريشن. طبعا يا شباب هذا الانتجريشن كمان ممكن اعمل تبسيط وامثله بالشكل التالي، ارجع للنوتس. فالانتجريشن اللي وصلنا له اللي هو هذا الانتجريشن، هسا هذا الانتجريشن اللي هو تبع الفورير كوفيشنتس ممكن اعمل تشينج اوف فاريبلز، احط زي بتساوي عندي الاوميجا صب ام مضروبه في التي، و وعندي هون احصل الفورير كوفيشنتس بهذا الريبرزنتيشن. بعد ما حصلنا هذا الانتجريشن للفوريير كوفيشنتس بنلاحظ انه هذا الانتجريشن عباره عن فانكشن ب تو فاريبلز. فانكشن الاول اللي هو البيتا، عفوا الفاريبل الاول اللي هو بيتا، والفاريبل الثاني اللي هو ان. فالاف صب ان هي فانكشن بدلاله البيتا والان. ماشي، طبعا هذا الانتجريشن مش سهل اني انا اقدر يعني اعمل له ايفالويشن، و يعني بنلاحظ انه عندي الاكسبوننشال مرفوع ل ساين الزي ماينس ان زي، فمش سهل اني اعمل ايفالويشن هذا الفانكشن و او هذا الانتجريشن، وبالتالي بنخلي هذا الانتجريشن زي ما هو و بنضطر يعني بنطلعه او بنعمل له ايفالويشن عن طريق اللي هم تيبلز. اوكي، فاذا انا هذا الانتجريشن بحصل قيمه عن طريق تيبلز. هاي التيبلز بتعتمد على قيم الان والبيتا، فبعطي التيبل انا بعطيه قيمه البيتا وقيمه الان، وبالتالي وبقدر اعرف قيمه الاف صب ان. اوكي، هذا الانتجريشن يا شباب اسمه او هذا بالضبط هذا الانتجريشن بنسميهم البيسل فانكشنز. إذن الاف ان هاي بسميها هون بهاي الحالة البيسل فانكشن، بيسل فانكشنز، وهذول البيسل فانكشنز بكتبهم عن طريق يعني بمثلهم بطريقة اللي هي جي صب ان اوف بيتا. فهم هذول البيسل فانكشنز عبارة عن او البيسل تيبلز عبارة عن فانكشن بدلالة الان والبيتا،
نسمي جي سب ان اوف بيتا. طبعا بيعتمد على الان والبيتا، وقراءته بتتم على، بنقول انه هذا اسمه البيسل فانكشن اوف ذا فيرست كايند ويذ اوردر ان اند ارجيومنت بيتا. ذن الاوردر الفيرست كايند، الاوردر تبعه هو ان والارجيومنت تبعه هو بيتا. هذا هو البيسل فانكشن. معناته اذا وصلنا انه الاف ان اللي هو الفورير كوفيشنز تبعون هذا الفانكشن، ما قدرناش نطلعهم بكلوزد فورم يعني ريزلت، وبالتالي مثلناهم بطريقه البيسل فانكشن. اوكي، نرجع هلا نعوض. قلنا انه هذا البيريودك فانكشن مثلناه عن طريق سوميشن بالفورير سيريز. اوكي، فهون الاف سب ان حنعوض مكانها اللي هم البيسل فانكشنز. فنرجع نشوف هون بعد ما عوضنا ال basic functions بال representation بفورير سيريز representation تبع ال periodic function، صار عندنا هذا الاكسبوننشال مثل عن طريق summation of j sub n of beta مضروب في exponential agent j n omega m t. اوكي، هلا بعد ما مثلنا هذا ال periodic part تبع المودوليتد تبع الاف ام مودوليتد سيجنال مثلناه بطريقه الفورير سميشن، نرجع بنعوضه بالمعادله الاصليه. فهون قلنا انه الفاي صب اف ام اوف تي كنا مثلناها عن طريق الريال فاليو للاكسبوننشال. هون بننزل الاكسبوننشال الاول زي ما هو اي مضروب في الاكسبوننشال تو جي اوميجا سي تي، والبيريودك فانكشن اللي مثلناه بطريقه الفورير سيريز نرجع بنحطه بدلاله السميشن. ف بنوصل هون للنتيجه النهائيه انه الاف ام مودوليتد سيجنال الفاي صب اف ام اوف تي نقدر نمثلها عن طريق السميشن اي سميشن جي صب ان اوف بيتا كوساين اوميجا سي بلس ان اوميجا ام كل مضروب في تي. فهي المعادله الثانيه اللي من خلالها بنمثل الاف ام مودوليتد سيجنلز. وفي هاي الحاله بتكون عندنا قيم البيتا ما عليهاش اي ريستريكشن، بتكون اكبر من اوميجا اكبر من 0.2. فصار بهاي المرحله صار عندنا حالتين في الاف ام مودوليشن. الحاله الاولى اذا فور اف ام مودوليشن we have two cases. That we have خلينا بالأول إنه طيب we have two cases. We have خلينا الـ FM modulation we have a general case representation of phi FM. لأن المودوليتد سيجنال في عندنا جنرال ريبريزنتيشن اللي هو المعادله اللي بتمثل الاف ام مودوليشن بغض النظر عن قيم البيتا. فهاي المعادله اللي هي فاي صب اف ام اوف تي اللي هي عباره عن اي كوساين اوميجا سي تي بلس بيتا ساين اوميجا ام تي. هاي المعادله جنرال لكل قيم البيتا، جنرال كيس for all values of beta. ماشي، اذا هاي المعادله الجنرال. هلا عندي حالتين. هلا if beta is less than 0.2، إذا كانت قيمة البيتا صغيرة كثير أقل من 0.2، هاي بسميها narrow band FM. و we can use the approximations. We can use the approximated representation
of phi fm. في هاي الحالة إذا كانت البيتا صغيرة قلنا بنسمي الموديوليشن بنسميه نارو باند اف ام، نقدر نستخدم المعادلة الابروكسيميتد اللي هي فاي صب نارو باند اف ام، واللي هي بنكتبها عن طريق ال A كوساين اوميجا سي تي ماينس بيتا A ساين اوميجا ام تي ساين اوميجا سي تي. هاي فقط لقيم البيتا أقل من 0.2. إذا كانت البيتا if beta is greater than 0.2 we call it wide band FM، اسمه wide band FM. وفي هاي الحالة we can use the following representation. We can use the following representation of phi fm. The representation of wide band fm اللي هي بتساوي عنا a في summation G sub n of beta cosine omega c plus n omega sub m الكل مضروب في t ماشي، والان عنا from minus infinity to infinity. إذن هاي الوايد باند اف ام، فصفى كل نوع عنا النارو باند او الوايد باند، كل نوع بقدر استخدم له معادلتين. فمثلا النارو باند بقدر استخدم له هاي المعادله بالاضافه للمعادله الجنرال اللي فوق هون. نفس الشيء الوايد باند اف ام بقدر استخدم له هاي المعادله بالاضافه للمعادله الجنرال اللي هي هون ماشي. كل نوع بقدر استخدم له معادلتين، بس مثلا النارو الوايد باند ممنوع استخدم له هاي المعادله تبعت النارو باند. نفس الشيء النارو باند ممنوع استخدم له هاي المعادله تبعت الوايد باند. اوكي، فهاي هي ملخص الشيء اللي احنا محاضره اليوم محاضره المره الماضيه. طيب اذا هاي المعادله الجنرال بالنسبه للوايد باند اف ام. لو جينا عملنا الفورير ترانسفورم للفاي اف ام وطلعناها بالفريكوانسي دومين، فبنلاحظ انه عادي بنعمل ترانسفورم عادي، فعندنا الاي بتطلع زي ما هي والجي سب ان اوف بيتا بتنزل زي ما هي والسميشن، بس عندنا بدل الكوساين بيطلع عندنا باي مضروب في دلتا على اليمين زائد دلتا على الشمال. اوكي، فهي هون هاي الكوساين بيطلع منها اللي هو دلتا في اوميجا ماينس هذا الاشي بلس دلتا اوميجا بلس هذا الاشي. اوكي، هيك بنكون حصلنا المعادله هاي اللي بالفريكوانسي دومين. لو اجينا اطلعنا على هاي المعادله اللي بالفريكوانسي دومين بنلاحظ انها بتمثل لي انه الاف ام سيجنال، اف ام موديوليتد سيجنال هي عباره عن انفينيت دلتاز او انفينيت امبلسز مسنترين عند السنتر لهم عند الكارير عند الاوميجا سي، وبعدين في عندي على ابعاد منتظمه من الكارير فريكونسي عندي دلتاز بتروح على اليمين وعلى الشمال بمضاعفات الاوميجا ام للمالا نهايه ماشي. فهون عندنا كيف عرفنا انه للمالا نهايه؟ انه عندي الان اللي بتمثل لي ترتيب الامبلس او ترتيب الدلتا بتروح من ماينس انفينيتي للانفينيتي، فانا في فعليا في عندي انفينيت اماونت اوف بلسز او انفينيت نمبر اوف دلتاز على يمين الكارير وانفينيت نمبر اوف دلتاز على شمال الكارير، والكارير اللي هو عندي الاوميجا سي عند قيمه ان بتساوي زيرو. ف اذا هاي الان عندي بتساوي زيرو، هاي الان بتساوي واحد، هاي الان بتساوي ماينس 1، هاي الان بتساوي 2، هاي الان بتساوي ماينس 2، وهكذا للانفينيتي ماشي.
هاي اذا الفاي اف ام اوف اوميجا. طيب نرجع شوي قبل ما نكمل، نرجع شوي على نتكلم شوي عن البيس الفانكشن. قلنا انه طلعنا انه الفاي اف ام اوف تي هون طلعت عندي بالنهايه بدلاله البيس الفانكشن، قلنا هذا البيس الفانكشن هو انتجريشن فعليا، لكن هذا الانتجريشن ما بقدر انا اطلعه على شكل closed form result، وبالتالي عشان أوجد هذا الانتجريشن لازم أستخدم tables اللي هم مسميهم basal function tables. فخلينا نشوف بس some properties لهذا basal function. basal function قلنا هو j sub n of beta، ال n هي عبارة عن integer number بياخذ قيم يعني integer values اللي هم negative values and positive values، بس integers يعني ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 وهكذا. البيتا اللي هي الارجيومنت للبيسل فانكشن هي عبارة عن real value أو real number، بس هذا real number positive يعني من الصفر وطالع، بس ممكن يأخذ أي قيمة مثلا 0.35.1.2 فreal number positive values only. طيب رح نيجي على الجدول إن شاء الله ونشوف كيف بنطلع قيم ال j sub n of beta من جداول البيسل فانكشن. بس خلينا نشوف some characteristics للبيسل فانكشن. عندنا إنه البيسل فانكشن يا شباب ال j sub n of beta لما نروح على الجدول مثلا نعطي الجدول قيمة ل n وقيمة ل beta، بدنا نطلع مثلا فرضنا إنه ال n بتساوي مثلا واحد، جينا رحنا على الجدول بدنا نطلع j sub 1 of 0.3 مثلا، ورحنا على الجدول عشان نطلع هاي القيمة j sub 1 of 0.3 ممكن تكون أي رقم، ممكن أي real value negative or positive value. أوكي برضو عنا من خصائص ال basal function إنه ال j sub n of beta بتساوي الـ J sub minus N of beta إذا كانت قيم الـ N even، يعني مثلاً إذا كانت الـ N فرضاً even number مثلاً الـ N بتساوي 2، فإنه عندي الـ J sub 2 of beta بتساوي الـ J sub minus 2 of beta، فهو قيم الـ even values of N بتكون الـ قيم الـ basal function متساوية. وايضا عندي اذا كانت ال n odd فانه j sub n of beta بتساوي minus j sub n of minus j sub minus n of beta، فاذا مثلا n بتساوي 3 فانه j sub 3 of beta بتساوي minus j sub minus 3 of beta. واخر شيء يا شباب انه عندنا السميشن على ال البيسل فانكشن على الماجنتيود summation from minus infinity to infinity لكل ال j sub n squared of beta بتساوي 1، فمجموع كل قيم ال j sub n of beta تربيع من ناقص infinity لل infinity بتساوي 1. اوكي اذا هاي خصائص لل البيسل فانكشن. طيب رح نيجي رح يكون عندنا اكزامبل ان شاء الله، وهذا الاكزامبل راح نشوف رح نشوف فيه كيف نستخدم البيسل فانكشن التابل تبع البيسل فانكشنز. طيب نرجع للنقطة اللي كنا فيها هون اللي هو السبيكتروم تبع الاف ام موديوليتد سيجنال، قلنا هو عبارة عن في عندي دلتا عند الكارير فريكوانسي عند اوميجا سي، وبعدين عندي انفينيت نمبر اوف دلتاز على يمين الكارير وانفينيت نمبر اوف دلتاز على شمال الكارير. وبالتالي نظريا اذا اجيت انا بدي اشوف يعني هاي موديوليتد سيجنال يا شباب، اذا اجيت انا نظريا بدي اشوف الباند ويث للموديوليتد سيجنال للاف ام الحمد لله رب العالمين، إذا أجيت بدي أشوف الباندويث للفاي أف أم سيجنال نلاحظ أنه الباندويث هو infinite باندويث. ليش؟ لأنه
انت بدك تشوف الباندويث، بدك تشوف وين اخر دلتا بالسبيكتروم، من اقل دلتا هون على الشمال لاكثر دلتا هون على اليمين. وفعليا كون هذول الدلتا بيروحوا من ماينس انفينيتي للانفينيتي، فان الباندويث هو انفينيتي نظريا، ماشي؟ ف لانه عندي انفينيت نمبر اوف دلتاز. بس طبعا هذا نظريا، لكن عمليا انا لما اجي انقل سيجنال موديوليتد سيجنال اف ام سيجنال، ما بقدر يعني استخدم سيجنال يعني تحتل اللي هو انفينيت اماونت اوف باندويث، ما بقدر، لانه نعرف احنا يعني بالمعلومات العامه عندنا عن الكوميونيكيشن سيستم، انه من الاشياء الـ يعني الريسورسز اللي انا بحاول يعني استخدمها بحكمه اللي هي الباندويث، لانه انا ما عندي ك يعني كوميونيكيشن سيستم ديزاينر او ديفلوبر، ما في عندي انفينيت اماونت اوف باندويث انا متاحه لي، وبالتالي عندي فاينايت اماونت اوف باندويث متاحه لي، وبالتالي انا لازم يعني يعني اتحكم باعمل بعض التغييرات، بعض الـ الامور اللي انا اتحكم بالسيجنال تبعتي، بحيث انه اقلل الباندويث اللي بتستخدم اللي يعني تحتاجه السيجنال عشان انقلها within الباندويث الليميتد اللي موجود عندي. وبما انه الباندويث اللي عندي ليميتد، فانا بالتالي لازم بطريقه او باخرى لازم احاول اغير يعني اتحكم بالباندويث تبع هاي السيجنال، بحيث انه اخليه يصير ليميتد باندويث. هو نظريا unlimited bandwidth، وأنا بدي أسوي إشي معين بحيث إنه أخليه limited bandwidth. طيب كيف بدي أخليه limited bandwidth؟ بدنا نلاحظ إنه يا شباب إن هون عشان يعني لو تأملنا السيجنال اللي قدامنا، بنلاحظ إنه في عندي هون عند الكارير frequency اللي هو center frequency، في عندي الكارير الدلتا اللي تابعة للكارير، وبعدين كل ما مثلاً بعدنا عن السنتر فريكونسي، كل ما بعدنا عن الكارير، بلاحظ انه السايد باندز اللي هم بيمثلوا لي الدلتاز اللي على اليمين وعلى الشمال الكارير، قاعد الباور فيهم او الامبليتيود فيهم قاعد بقل. كل ما انا بعدت عن الكارير فريكونسي، قاعدين الامبليتيودز للدلتاز بتقل، ماشي؟ وهذا يعني صحيح بالمطلق، يعني لو اجينا فحصنا كل الدلتاز، لو مثلا هاي الدلتا اللي هي مثلا عند القيمة N بتساوي 1، لو قارنتها فرضا عند الدلتا اللي بتيجي مثلا رقمها 10 عند N بتساوي 10، definitely 100% رح ألاقي إنه الامبليتيود للدلتا عند N بتساوي 10 الامبليتيود تبعها أقل من أو أقل بكثير من الدلتا اللي عند N بتساوي 1، ماشي؟ فكل ما بعدت أنا عن الكارير فريكونسي بتزيد قيمة الN، واللي بصير انه الامبليتيود بقل للدلتا اللي بتحمل قيمه ان اكبر. فبالتالي جي صب 10 اوف بيتا ديفينتلي 100% حتكون اقل من جي صب 1 اوف بيتا، ماشي؟ فكل ما زادت قيمه الان في البيس الفانكشن بتقل عندي قيمه الجي صب ان اوف بيتا. فمن هاي المعلومه بدنا نستفيد من هاي المعلومه، بحيث انه احنا نقلل قيمة الباندويث اللي بتحتله السيجنال، إنه نعمل يعني زي ما نعمل قص للسيجنال عند حد معين، بحيث إنه نعمل ليميتيشن للباندويث تبع السيجنال. فالكونديشن اللي احنا بدنا نستخدمه هو إنه يعني خلاص احنا وصلنا لمرحلة إنه احنا عرفنا إنه كون السيجنال بتحتل يعني unlimited bandwidth، وصلنا لقناعة إنه احنا لازم نقتطع السيجنال تبعتنا عند حد معين، يعني ناخذ عدد معين من الدلتاز، نقول هاي السيجنال تبعتي اللي بدي ابعثها على الشانل، واي دلتاز خارج هذا النطاق لازم الغيه، ماشي؟ هاي يعني صارت شيء لابد منه، انه لازم اقتطع السيجنال، لانه مستحيل اقدر انا ابعث سيجنال تاخذ unlimited bandwidth او infinite bandwidth. طيب ممتاز، راح اقتطع السيجنال تبعتي عند حد معين. طب وين هذا الحد المعين؟ الحد المعين هو في كونديشن معين، اذا هذا الكونديشن اتحقق يعني بقتطع السيجنال عند نقطه معينه. نشوف هذا الكونديشن يا شباب،
الكونديشن هو يا شباب انه اذا كان عندي الماجنتيود للجي سب ان اوف بيتا اكبر من 0.01 عندها بخليها السيجنال يعني محسوبه معي تدخل يعني نخلي الدلتا تدخل بالسيجنال تبعتي. اذا كانت الجي سب ان اوف بيتا اقل من 0.01 معناته ما بدخلها هاي بالسيجنال تبعتي. يعني مره ثانيه قلنا احنا لازم نقتطع السيجنال عند حد معين و بحيث انه الباند ويث يصير ليميتد. طيب وين هذا الحد؟ بنيجي عند كل دلتا، مثلا هاي الدلتا فرضا هاي الدلتا هون عندي ان بتساوي 2 وهاي الان بتساوي 1 وهون في عندي دلتا الان الها بتساوي 3 ماشي، هون في عندي هاي الدلتا. بنيجي بنفحص كل دلتا، بفحص الجي صب 1 اوف بيتا بلاقي انها اكبر من بوينت الماجنتيود طبعا لانه هي ممكن تكون سالبه، فاذا كان الماجنتيود للجي صب 1 اوف بيتا اكبر من 0.01 بدخلها معي في الباند ويث اللي بدي اياه. باجي بفحص الان بتساوي 2 بقول جي صب 2 اوف بيتا بشوف الماجنتيود الها طلعت عندي اكبر من 0.01 معناته بدخلها عندي بالباند ويث وبحسبها. باجي مثلا عند الجي صب 3 اوف بيتا الماجنتيود بلاقي انه جي صب 3 اوف بيتا اقل من 0.01 اقل طبعا هون اكبر او تساوي، هون اكبر او تساوي. باجي عند الجي صب 3 اوف بيتا بلاقي انها اقل من 0.01 بقول خلاص ما بدي اياها، هاي ما بتلزمني، بختصرها وبوقف الباند ويث بصير عند بحسب فقط الدلتا من عند السنتر فريكوانسي من عند الكارير لعند الان بتساوي 2 وناقص 2، فبحسب بتصير عندي هاي السيجنال تبعتي ماخذه هذا الرينج ماشي. فبصير هيك انه انا اقتطعت السيجنال بدل ما ادخل انفينيت نمبر اوف دلتاز، هالمره دخلت كم دلتا؟ دخلت الكارير هي 1 واثنين على اليمين واثنين على الشمال، فدخلت 5 دلتاز، فصارت السيجنال تبعتي ببعثها على تشانل ب 5 دلتاز فقط والباند ويث مقتطع، ولدر يعني بتكون البيرفورمانس تبع السيجنال تبعتي الى درجه كبيره من الدقه، بيكون بيرفورمانس جيد جدا و يعني ما في عندي اي مشاكل بالموديوليتد سيجنال. اوكي بنوقف هون يا شباب، ان شاء الله المره الجايه بنكمل عن اللي هو موضوع الوايد باند اف ام. اوكي السلام عليكم، بتمنى لكم إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع سعيدة. السلام عليكم.